رجعنا بعد الفاصل مشاهدينا نبدا في اولى فقراتنا اليوم مع اداره السهرات الاسريه في وزاره العدل مع الاستاذه ايمان الصالح. مساك الله بالخير. يا هلا مرحبا. مساك الله بالخير ايمان. يا هلا فيك. وطبعا معنا بنقول ضيفه اليوم. اليوم يلا سويتوا لي ضيفه خلاص اوكي. مريم المؤمن محاميتنا. حبيبتي. الله يسلمك. في البدايه راح نتكلم عن المحاكم الجعفريه والمحاكم السنيه، طبعا في فرق من ناحيه الطلاق. اول شيء راح نتكلم عن الفرق. زين. اول شيء الجعفري والسني تقريبا نفس الشيء من ناحية الطلاق، ولكن كرفع قضية معروف أن قضاة الجعفرية أو الأحكام الجعفرية صعب أنها تطلق. السني طلق أسرع من الجعفري، ولكن هو الفرق مو ترى بالطلاق، الفرق بالحضانة بس وبنفقة العدة والمتعة بعد الطلاق. بس أستاذة مريم في فرق أن المرأة بمحكمة الجعفرية ما لها حقوق مثل الرجال. لا شوفي، في الحضانة أو في النفقة ايش قاعدة أقول؟ بالنفقة يعني بعد الطلاق بالسني المرأة لها نفقة عدة ومتعة اللي هي إجماليها 15 شهر. بالسني بالجعفري لها بس نفقة العدة اللي هي 3 أشهر. وبالحضانة هي اللي تفرق. الحضانة المرأة بالجعفري بالسني لها الحضانة ليه ملي هالي يكبرون، المرأة ليه حين الدخول الزواج ببناتها والدخول فيهم، والأولاد ليه سن 14 سنة تنتهي حضانتهم. أما بالجعفري اليهال عند الأم لسن 7 سنوات، بعدين من 7 سنوات يروحون حق الأب. البنت إذا صار عمرها 9 سنوات تتخير، والولد إذا صار بسن البلوغ يتخير. فطبعا اليهال إذا صاروا بحضانة الأم وراها مردود مادي اللي هو النفقات، فعشان شيء الناس عبالهم أن في حقوق زيادة حق المرأة بالسني، بس هو ترى الفرق النفقات فقط. النفقات لأن هي المرأة بالجعفري ما عندها حضانة اليهال وايد، فعشان كذي نفقاتها تقل وما عندها نفقة متعة طبعا. استاذة ايمان، اليوم الإدارة الخاصة بالسيارات الأسرية تتعلق بالزواج الجعفري والسني نفس الشيء. اي صحيح. طيب حتى الحين مع قانون محكمة الأسرة نستقبل المراجعين حتى باختلاف المذاهب والديانات. يعني احنا دورنا بالدرجة الأولى بحث الحالة ومحاولة الإصلاح. بعدها الإجراءات اللي هو لا سمح الله صار في طلاق أو بيستمرون فيها، كل واحد يروح حق الجهة اللي هو يختص فيها. المذهب السني يروح حق السني، الجعفري نحاوله عند الجعفري، الغير مسلمين حق جهة مختصة في وزارة العدل هي تكون في إجراءاتهم. أستاذ إيمان، أصغر حالة طلاق مرت عليك كم عمرها؟ احنا طبعا يعني في عمر معين حق سن زواج البنت 15 بنت والولد ب 17 سنة، فتجينا حالات لكن الأغلبية في أعداد أعمار صغيرة، 15 سنة يقول 15 16 سنة، لكن النسبة الأكبر هم المراجعين سواء كانوا الذكور أو الإناث ما بعمر 25 إلى 29، وفي من 30 إلى 34، هذه الأرقام الأكثر. بس إن في أعداد قليلة اللي هي تصير زواج اللي هو عمرها 15 أو 16 سنة، ومو قاعد تمر علينا وايد يعني. يعني بس في حالات حقيقية إن الطلاق في 15 سنة. أي موجود. في ما دامنا في زواج ب 15 سنة معناته في يعني معرضين للطلاق في هذا العمر. طيب أكثر الأسباب اليوم اللي يتم عليها الطلاق كحالات اليوم قاعد تجيكم؟ طبعا احنا عندنا الاسباب اللي يذكرونها الازواج انفسهم. نعم. تتراوح ما بين يمكن في تكون متشابهه. نعم. ضعف الحوار، عدم تحمل المسؤوليه، عدم التقبل، الاهمال، تدخل الاهل السلبي. في حالات احنا نشوف الغير اللي قاعد يقولونها الازواج انفسهم. نعم. نشوف انه هو قله النضج عندهم او يعني طوله البال وحسن التصرف، انه في صار الحين اقل مشكله اطلق واخلص، طلقني وخلفتك. ما عندهم استعداد انه يواجهون المشاكل ويتحملون ويحاول يغير من شخصيته على اساس انه تستمر الحياه الزوجيه. ونفس الشيء الزوجه ما عندها استعداد انها شويه تتنازل عن بعض مثلا طبيعه الشخصيه او الاطباع او السلوكيات، فصار انه والله الحل الاول عندهم طلق وخلص. فهذه المشكله هني قله النضج. عشان كذي احنا قاعدين النادي بدورات توعوية للمقبلين على الزواج، ما عندهم معلومات شنو أنت يعني هدفك من الزواج، ما عنده يمكن هدف واضح. لما تزوج تزوج على أساس أن أنا والله ربعي تزوجوا ويلا خلانا نتزوج، صرت موظف عندك معاش الله متى نزوجك، ما عنده خطة مستقبلية أني أنا بتزوج وبستقر وأبي مواصفات الزوجة معينة. ونفس الشيء البنت تعودت أنا ببيت أهلي مدللة وما أسوي شيء وخدامة تحت أمري، لكن ما تجي تواجه زوج تشترك مع أسرة مو بس الزوج بروحه، أهل زوجها، ما عندها استعداد أنها شوية تي على نفسها تشتغل تهتم في زوجها وأسرتها. ففي هذه هني قلة النضج وعدم المعرفة بالحقوق والواجبات والمسؤوليات. أستاذة مريم، اليوم برأيك أن الطلاق صار شو؟
يعني تقول بنت انا بتزوج وخلي شهر عادي واتطلق عشان اعيش حياتي بكافه الحريه. ممكن بشكل جدا كبير. اول شيء عندك شو واضح وين تشوفين ببرامج التواصل الاجتماعي، الاعراس الفخمه اللي الحين قاعد نشوفها تنتشر بيننا، يعني قاعد نشوف سواء بالواتساب ولا بالانستغرام هالعروس الفخمه كل واحده قاعد تكشخ على الثانيه، وهذا شيء يشهم مثل ما قالت استاذه ايمان ان هم زواجهم مو على نضج، ما يدرون شنو الاسباب اللي هم ليش يبي يتزوج، عباله سفره طلعه وناسه، ربعي كلهم خلصوا وكلهم تزوجوا، ما حد قام يطلع معاي خل اروح اتزوج، ما يصير. والحين انا ما ادري اذا تايديني ولا لا، قاموا يجوني المكتب قبل كانت هي لنا المره تقول انا بطلق ما بي، الحين ريايل كل ريال هم اللي قاموا، الريايل هم اللي قاموا يدوموا البيت، مع انه معروف الريال هو اللي يمسك البيت اكثر. الحين انا ما ادري ليش من قلب الموضوع. رب العالمين قال في كتابه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. فضل بعضهم على بعض بشنو؟ بالحكمه، بقله البال، بحسن التصرف، القدره على الاداره. المراه يمكن تتحكم فيها عواطفها اكثر، لكن نشوف احنا حتى الرجل مثل ما قلت قبل شوي، مثل ما قالت الاستاذه، انه بس اسرع حل اطلق وافتك. طيب احنا اليوم ليش حطينا العائق او المشكله على الزوج او الزوجه؟ ساعات الاهل يكون لهم دور كبير في هذا الموضوع، وخصوصا في موضوع والله الولد خلينا نزوجه، الولد شيطان خلينا نشوف له وحده ممكن نتعقل. الله يهدي. توني وايد هالشغله هذه قامت تصير، حتى الاهل لهم دور ساعات يكون الزواج فاشل ويوصل للطلاق اذا كان بهالطريقه. هو صح مثل ما تفضلت، والاهل الحين بعد قولهم ازوجك احسن منها، طلقها وازوجك اربع غيرها. اهل البنت اطلقك وزوجك احسن منا، ما احنا عايزانين على بنتنا. هذه الكلمات اللي قاعدين نسمعها. ودائما في مقوله يقولونها حق اهل البنت، يقول لك البيت اللي رباك وانت صغيره مو عايزان يربيك وانت كبيره. بالضبط. فاحنا الحين قاعدين نشوف ان تدخل الاهل سلبي مو مثل اول من بيتك لقبرك، احنا لا نبي كذي ولا نبي كذي، احنا نبي توازن، لما يصير في مشكله شلون نتعامل معها. ما قدرت تتعاملين انت معها او انت تتعامل مع زوجتك والمشاكل اللي بينكم، روحوا حق الاكبر منكم الحكيم، حكما من اهله وحكما من اهلها، ينصحونهم ويعلمونهم الصح. لكن الحين صاروا لا يبطلق وافتك. ما في قام يصير احترام اصلا حق الكبير، يعني الحين لما يقول لنا المكتب ما تشوف انه في رجل كبير بالعائله او مره كبيره حكيمه يلجؤون لها ان هي تعالي حلي مشكلتنا. اول شيء الزوجه تعامل خالتها كأنها حماتها ما ادري رفيجتها، هذه حسبه امك، لازم تعاملينها كأنها امك، تحترمين امك بالبيت، تحترمين خالتك ببيت ريلك. الريال ماكو مسؤوليه، ماكو مسؤوليه، يعني المره ما يصير تشيل هم البيت كله من تدريس مجاب اليهال تودي وتيب و و و، والرجل يقول لك والله انا مداوم وراي نادي وراي ديوانيه وراي قهوه، لحظه تعال في مره هني قاعده بالبيت جاب لها سو مسؤولياتك. ما في استاذه مريم هالوقت هذا دائما ان الزوج يقدر ان حياه زوجيه ان هي بس زوجه عيال وتربيه لا اكثر ولا اقل، فهذا برايك ان هذا الموضوع متداول الحين؟ هذاك اليوم قريت حق نزار قباني يقول الشجعان او الجبناء تزوجهم امهاتهم. هو لما بيبدي بيخطب او يتزوج ويخلي امه تختار له، هذه بدايه الغلط. امك يعني تدري انت منو، تعرفك وتعرف اطباعك، بس ما تدري شنو علاقتك مع كمرأة، انت شنو تبي من المرأة؟ هل انت نوعك الطق تبي وحدة هادية؟ هل انت نوعك عصبي؟ هل انت نوعك تحب تطلع وتروح؟ ما زوجك وحدة بيتوتية؟ يعني لازم يكون في تناسق، انت تختار مو هي الوالدة. طيب استاذة ايمان اليوم انتم كدوركم في الإدارة ماكو تواصل مع اعضاء مجلس الأمة؟ ساعات في بعض القوانين تحتاج انتم بحكم قاعد تشوفون الحالات، في تشريعات ممكن تساعد. اليوم اقروا الفترة السابقة انه لازم فحص ما قبل الزواج. طيب. وصار شيء اجباري. اليوم انتم مع الحالات اللي قاعد تجيكم ما فكرتوا تسوون اقتراحات ان مثلا دورات لازم يحتاجها الزوج او الزوجه تساعد في او تقل من هذه المشاكل؟ طبعا احنا من ضمن خطتنا من قبل كذا سنه احنا نربط ما بين الدوره الالزاميه قبل الزواج مع يعني يصدر فيها قانون، او انه مع مثلا طرد الزواج اللي تعطيه الحكومه للازواج. لكن عرض يمكن الموسم الفات او السنه الماضيه على مجلس الامه ما لقى التاييد الكامل من الحكومه والاعضاء، فما لقى النجاح انه يعني يصدر يكون على ارض الواقع. قبل فتره انا كنت باجتماع في احدى لجنه المراه والاسره مع الاساتذه الاعضاء، وكان على نفس الموضوع، واللي اعتقد انه هو راح يعاد عرضه على المجلس مره ثانيه ان شاء الله، وان شاء الله يلقى التاييد. احنا من جانب ثاني كاستشارات اسريه عن طريق مركز اصلاح ذات البين اللي هو مشروع مع بالتعاون مع الامانه العامه للاوقاف، تقريبا من 2006 او 2007 سوينا برنامج اسمه اعداد المتزوجين الجدد.
هذا البرنامج عبارة عن دورات تتناول مواضيع معينة خاصة في المقبلين على الزواج أو حديثين الزواج، مجانية وقاعدين نعلن عنها في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي وصفحة الوزارة بالإنترنت. المشكلة أن عدد الحضور يعني ممكن من أهل الكويت الكويتيين مو كثر المقيمين اللي في البيت. زين استاذ ايمان، ليش ما يعني قبل يقبل على الزواج اول شيء نسوي الدوره بعدين هو يقبل على الزواج لما يشوفون ان اجتاز الدوره هذه؟ احنا قاعدين عشان لا يصير شيء مخير. الدورات اللي قاعدين يحضرون يعني يصير ناس مثلا الاهل، والله انا بي اسمع عشان ولدي ولا بنتي بزوجها، او انه مثل ما قلت لكم يمكن باحثين يبون ياخذون لهم فكره، ياخذون لهم السي في انه والله شارك في الدورات وهذا. الكويتيين او المقبلين على الزواج اللي قاعدين يحضرون قليلين، لكن ان شاء الله قاعدين يعني مع الموسم قاعد نغير حتى سياسه الاعلان. دائما ربعنا وشبابنا ما يبون هالدورات، بس يبي يتزوج احنا نحتاج يمشي على كيفه. كله يتزوج اذا ما كان في قانون، انت ما قلتش مساحه، هو يبي يمشي على كيفه، ما يبي احد يجبره في قانون معين. مثل ما تفضلتوا يعني احنا مجتمعنا ما يلجؤون حق الاستشاره الا اذا طاحت الفاصله. هذا لما تحط برامج بالتلفزيون او التواصل الاجتماعي تعلن عن موضوع معين، دورات ما اعرفش ايش، ما ينتبهون لها الناس الا من والله ولدي بيطلق تعال. زين وينكم من زمان؟ ما احنا دائما ما ناخذ قراراتنا الا بعد رده الفعل، عقب ما تصير المصيبه ذيك الساعه نفكر بالحل. بالضبط. انا مثلا موضوع على بعيد عن الطلاق، مثلا مرض معين ما اقرا او ابحث عنه الا عقب ما اصير مريضه فيه، ما اخذ الوقايه اللي من قبلها. فنفس الشيء موضوع الزواج، ما يلجؤون حق الدورات او حق الاستشاره الا بعدين بمراحل متاخره، لكن فيه عن طريق الاستشاره اللي قاعدين نقدمها شوي شوي قاعد يزيدون الاعداد، الناس اللي قاعدين يتابعوا مثلا صفحه الانستغرام مالت الاستشارات الاسريه او اصلاح ذات البين، فقاعد يزيد عدد الحضور، وان شاء الله على ما يصدر القانون احنا قاعدين نمشي في هذا المسار. احنا مكملين بالموضوع هذا، بس راح استفسر عن حاله مهمه جدا، ان اليوم في واحده طلقت وعمرها فوق الستين. بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل، كنا نتكلم عن موضوع واحده مطلقه وعمرها فوق الستين، هل الحالات هاي فعلا موجوده؟ في حالات من هذا النوع. نعم. يعني في حالات تطلق عقب هالعمر. نعم. والله كبرت عيالي وصبرت عليهم والحين بس مو قادر اصبر. اكثر الاسباب يعني طول الوقت هذا كله وكبرت عياله وصارت يده، ممكن يده اليده تفكر الحين تتطلق؟ فيه يعني هو الحين عندكم مثل ما قلت لك كل وحده وصلت لمرحله انه ما اتحمل. نعم. تزوج عليها، لا انا ما ارضى انه ياخذ علي مره. في بعض الاحيان يوصل حق يعني العيال يدخلون في موضوع مثلا املاك الام، انا اديرها، الاب مو راضي، ما اعرفش ايش، يدخلون في موضوع الورث مثلا. في قضايا اللي هو انا بأطلق عشان والله المعاش الشؤون، يعطوني معاش الشؤون ويمكن يكون في مراجعه. وعادي تقدر تاخذ من برا الكويت اذا طلقت طلقت يعني هنا بالكويت وتاخذ معاش الشؤون، تقدر تتزوج برا. هو ممكن تتزوج برا، بس الحين في معاهدات بين الكويت وعديد من الدول ان في حالات الزواج لازم يعني يزودون فيها السفاره، والسفاره عن طريق الخارجيه يوصل حق يعني. لكن في عفوا في حالات طلاق تتم ويرجعها خلال فتره العده بالبيت بالكمبيوتر، هي مطلقه ما حد يدري عنها. اي فخلال فتره العده يرجعها من ناحيه الشرع هي زوجته، لكن من ناحيه بالقانونيه او الاوراق والكمبيوتر انها هي مطلقه، وتقدم الاوراق حق مثلا الشؤون ياخذون يستفيدون من المعونات اللي تقدمها وزاره الشؤون. استاذه مريم راح نتكلم معك في الموضوع هذا وايد شائك، برد انا اسئله مره ثانيه اوكي بطريقه مختلفه، بس بنطلع فاصل يلا او نشوف تقرير. رجعنا بعد الفاصل، والتقرير كان جدا في نوع من الالم لما نشوف الاطفال هذول اللي ما لهم ذنب، يعني ممكن متعلقين على سالفه الام والابو، ناس من حازه حق ابوها وناس من حازه حق امها، يعني شيء مؤلم. اليوم مركز الرؤيه شنو دوره في هذا الموضوع؟ مركز الرؤيه تم انشائه من 2012 بالتعاون مع الامانه العامه للاوقاف، بهدف ان تتم تنفيذ احكام الرؤيه في بيئه بعيده عن مخافر الشرطه ومراكز الشرطه. طبعا مراكز الشرطه ممكن نشوف فيها الطفل كثير، اساسا احنا عندنا في مجتمعنا الشرطي نخوف اطفالنا في الشرطي. صحيح. الشرطي يالف الشرطي ما اعرفش ايش. هذا واحد. اثنين ممكن يشوف
يعني مناظر او اوضاع مو ايجابيه كلش. لما نشوف مثلا واحد لا سمح الله مدمن او سكران ممكن يكون متطاقين متهاوشين بالمولات يعني هذا ممكن يوصل حتى الى كارثه نفسيه بالضبط. ان انا قاعد اشوف ابوي داخل مخفر ممكن يصير في رهبه وسلوك انطوائي والامور هذه كلها صحيح. او ممكن يصير في انه والله بس خلاص تعود على المخافر عادي ادخل واطلع كل يوم صايدينه وما اعرف ايش يعني انحراف السلوك فيه. فمركز الرؤية صار فيه أنه هو بيئة نفسية اجتماعية مناسبة أن احنا يتم فيها تنفيذ أحكام الرؤية. أحكام الرؤية تنقسم إلى نوعين، يا أما استلام وتسليم عن طريق المركز بإشراف الموظفين بالمركز من إدارة العامة للتنفيذ أو الاستشارات الأسرية، أو أن تتم الرؤية داخل المركز. فدور المركز أنشئ أساس تحقيق هذا الهدف، أنه نبعدهم عن المخافر الشرطة وأن يتمكنون الأهل من رؤية أبنائهم بلا الصراع هذا في القضاء ومتى ممكن يتنفذ. أستاذة مريم، اليوم برأيك وزارة العدل هل هي أو محكمة العدل هل هي تعترف بالطلاق عن طريق الواتساب؟ شوفي هذه تصير مسألة شرعية، فلو تم الطلاق عن طريق الواتساب يروحون أول شيء حق الموثق أو القاضي، والقاضي هنا جاي هو يعطيهم أن فتوى، أو شوفي أول شيء يروحون الأوقاف، الأوقاف هي اللي تعطيهم الفتوى الشرعية، أو أنهم الرجل أو المرأة يرفعون قضية اسمها إثبات زواج، وهني القاضي يحكم على أساس شرعي فمو على اساس قانوني يعني بالنسبه حق الموضوع، فما اقدر اجاوب. في ظروف معينه كل قاضي يشوفها على حسب، اذا الظروف هذه انطبقت ممكن يحكم بالطلاق بناء على رسائل الواتساب. طيب استاذه مريم، انا بنتقل معاك برجع لموضوع الرؤيه ومشاكلها. اليوم في حريم يقول لك الولد عندي ما اخليه يشوفه، اي صارت هذا الموضوع هل صحيح اليوم اذا الاب اخذ ولده والحضانه بيد الام ممكن ياخذه معاه لفترات ما رده، تصبح القضيه ممكن تكون خطف؟ خطف اي يصير عليه خطف، لانه هو ملزوم انه ياخذ الطفل بساعات الرؤيه المحدده بالقانون. نعم. وفي ساعات اصلا في حالات معينه ما يحتاج الام تكون عندها حضانه. نعم. وكيل النيابه بنفسه يحرك شكوى خطف على الابو. نعم. لان الاساس الحضانه عند النساء، هذا اساس الحضانه عند. نعم. النساء، فيصير هو عليه جنايه خطف. وهو ولده. وهو ولده، لان انت خلاص الحين انت العلاقه بينك وبين، يعني للاسف صارت العلاقه بينك وبين ولدك رسميه. تشوفه بأوقات معينة، لأن أنت وصلتوا مرحلة علاقتكم الزوجية للمحاكم. لو كان الأمور ودية بينكم والصراع ما صار على الحضانة والنفقات، وترى أغلب يعني مشاكل الطلاق ترى فلوس، ترى هواشهم كلها على النفقة، أبي نفقة خدامة سايق كلها مادة. فهالمادة هذه تتحول لليهال، أنا أمسك عيالي ما أعطيك اليهال. وفي أبهات يشيشون العيال على أمهاتهم، راقب أمك، شوف امك، شيك بتلفونها، شوف وين تروح، قاعد تكلم منو، زين هني الام ايش بتسوي؟ تقول لا يبا، ما تجي تاخذ الولد تخربه على امه، تخلي ولدي يشك فيني، زين. فهم في تصرفات مو بس الام ان هي ظلمت الولد ان منعته، قد يكون الابو بعد هم يسوي تصرفات تخلي الام تكون رده فعلها عكسيه بالنسبه حق الرؤيه. استاذه ايمان، اليوم الاحصائيات في نسبه الطلاق بين الطلاق الكويتي من الكويتيه او الكويتيه من الاجنبي، ايش كثر نسبه الطلاق عندكم؟ هو طبعا المعدلات اللي قاعد تذكر في وسائل الاعلام والانترنت ووسائل السوشيال ميديا مو نفس ما قاعد الواقع الحقيقي، يعني الحين احنا نقول اعداد الطلاق لما نتكلم عنها الصحيح احنا نقول معدل الطلاق الخام. عدد حالات الطلاق لكل 1000 من السكان، فالمعدل ثابت وقاعد يزيد زياده بسيطه مع زياده طبيعيه مع الاعداد السكان 1.8 1.9. الأرقام اللي قاعد تذكر يعني هم قاعد يقولون نسبة الطلاق 48%، طيب نسبة الطلاق إلى شنو؟ أول شيء هذه أرقام الطلاق قاعد تدخل فيها طبعاً الكويتيين وغير الكويتيين، لما يجيك وافد يتزوج له واحدة وافدة ويخلص عقده وبرجع ديرته طلقها وكل واحد مشى بديرته. في إعداد طلاق تتم خارج الكويت، يجون يسوون لها تصادق تدخل من ضمن الإحصائية. في إعداد طلاق بالمحاكم صار لها 5-6 سنين وتوها صارت حكم نهائي ودخلت بإحصائية السنة الأخيرة، فهذه الأرقام لما تقعد تفللها بتشوف أن ترى الأعداد الطلاق هي أعداد طبيعية. أنا ما أقول الأعداد مو قليلة، لا هي الأعداد كثيرة، لكن مو بالتصورة وسائل الإعلام وأن الأعداد 48% والكويت كلها ما في أحد ما طلق وما أعرف شيء الكلام هذا كله.
فهو في مثل ما في حالات طلاق في حالات أسر سعيدة ومستقرة وقاعدين نشوفهم حوالينا بكل مكان. فإحنا لا ننظر إن السلبي وطلاق وطلاق الناس قامت تخاف تتزوج والله ما أبي أتزوج أخاف أطلق. خصوصا لما يشوف حالات عنده في البيت كذي ويشوف ربعه ويشوف رفيقه يقول خلاص بخلني أنا أتزوج. الطلاق اللي قاعد تتكلم فيها والله طلقوا الكويت 48% يعني العدد هذا ليش تخوفون الناس منه؟ ودائما في نسبة تراوح بالعمر في حق الطلاق، يعني يقولوا من 28 او 25 ل 35 اكثر عمر في طلاق. هو اكثر الفئات اللي قاعد تراجعنا هم اعمارهم من 25 ل 29 سنة الرقم الاكثر من الشباب والبنات، من 30 الى 34 هذا العدد الثاني. مراحل مدة الزواج ما تكون طويلة، يعني مثل ما قلنا قبل شوي ان اسهل حل عندهم اطلق وارتاح. فاعدادهم اللي مطلقين اول سنوات الزواج يمكن 75% من اللي ما مر عليهم 5 سنوات، يعني في شهور في سنة وفي سنتين. طيب ليش؟ لان ما اعطوا نفسهم فرصة. انا اذا وظيفتي مثلا مسؤولي او زميلي زميلتي ما توافقت معاها مو معناته هاد شغلي واروح ادور لي وظيفه ثانيه، احنا هني لا والله اتطلق واروح ادور لي زوجه ثانيه وافتك. ماكو صبر. ما في صبر. بس على موضوع الطلاق خلينا نرجع النقطه اللي ورا على موضوع التحايل بالطلاق، شنو الفائده من الطلاق؟ يعني لما الحين بالنسبه حق المره اللي قلت فوق الستين طلبت الطلاق، هذه اول شيء خلينا نقول ان هي صبرت عليه طول السنين كبرت اليهال وتزوجت ولا متزوج عليها ويأست. بس في حالات طلاق تصير من ناحيه تلاعب على القانون، يعني تتطلق عشان الشؤون تاخذ راتب الشؤون، هذه نقطه. تتطلق اذا زوجها اجنبي علشان عيالها ياخذون الجنسيه الكويتيه. تتطلق علشان هو يكون عنده بيت الاسكان وهي تروح تاخذ قرض المراه الاسكاني. تتطلق اتفاقات هذه اتفاقات. نعم. ريال يطلق مرته، شوف طلاق الرجعي. نعم. اللي هو الريال يروح بروح المحكمه ويطلق بدون. نعم. ما حد يدري. هذه يطلقها طلقه رجعيه عنده. نعم. شهر يردها بدون علمها. نعم. تدري بهالشهر شو يسوي؟ نعم. يروح يشيل اسمها من الاسكان. هي ما تدري اصلا طلقها، وسالفة انه يردها ردة شرعية، وهو ردة شرعية مجرد انه يجيسها خلاص ردت، فما يحتاج اصلا حتى بالكلام يقدر يردها. بالضبط. فالمرة تتطلق وترد وهي ما تدري. ما تدري. طيب استاذ ماذا قانونا الحين على حسب رايك او متفقين اليوم في من بعض الحالات الطلاق اللي هو موضوع معاش الشؤون. نتكلم بهذه الناحية. في ناس اليوم تتطلق وممكن ترد لها مرة ثانية او تتزوج واحد غيره. في زواجات اخرى، اليوم نتكلم في زواج مسيار وفي زواج عرفي وزواج متعة. اول سؤال، نظر القانون لهذه الزيجات يعترف فيها ولا ما يعترف فيها؟ يعترف فيها بعد توثيقها. من غير التوثيق وقت الحاله؟ لا، اول شوف انا اقول لك، اول شيء هم يجون. نعم. اثنين هو طبعا المرة تلجأ حق زواج العرفي والمتعة والغيرة في حالة مثلا ان هي كانت مطلقة وحاضنة وما تبي رأي لها يدري عشان ما ينازعها بالحضانة. والدول الخليج والدول العربية الحين قطعت الطريق ان احنا بس في هذه الحالة تاخذ معاش شؤون طبيعي ما حد يدري. هي هني بالكويت ايه مطلقة. والدول الخليج الحين موقفة موضوع ان اي شخص يعني خليجي يتزوج بدون موافقة السفارة. فقبل كان في زيجات تصير بدول الخليج معينة معروفة، الحين وقف. انزين الحين المرة لما تي ضعت انزين فهي في بالنسبه حق زواج العرفي وغيره. الحاله الثانيه مثلا ريال مع مره عندهم علاقه غير شرعيه يطيحون بزنا مثلا او مواقعه، عفوا مو زنا مواقعه، شو يصير؟ يقولون على طول حق وكيل النيابه احنا متزوجين زواج عرفي، يروحون يرفعون قضيه اثبات زواج عشان الجنايه تسقط. وفي طبعا الزواج العرفي اللي شروطه مثبته، هني لازم يرفع قضيه اسمها اثبات زواج. نعم. عشان يعني هو القانون ما اعترف رسمي ولكن. نعم. لازم عشان يعترف فيه توثقه بالمحكمه عن طريق قضيه اثبات زواج. نعم. استاذ ايمان، اغرب حاله طلاق مرت عليكم؟ طبعا هو في حالات كثيره، انا يمكن تحضرني حاله ان زوج وزوجه يحبون بعض متمسكين ببعض، لكن انا والله هي ما دام طلبت الطلاق وانا ما ابي ازعلها ما ابي ارد لها طلب. هذا اللي جاي يعني انا كثر ما كثر ما يبي يرضيها مره ردوا عقب اسبوع 10 ايام مره ثانيه نفس الوضع. يعني في سبب؟ انزين هي ذاكره السبب انه ليش تبي الطلاق ولا بس انه امانه ما رضوا يتكلمون شو السبب؟ التحفظ يعني. اي متحفظين. ف يعني اشوفهم يضحكون مع بعض ويتقشمرون ويلا خلينا نروح نتغدى مع بعض، طالعين من عندنا مطلقين ونروح نتغدون مع بعض. طيب انتم ليش جايين تبون طلاق؟ الى الان انا مو عارفه السبب اللي خلاهم ومصرين، ولا تحاولين فينا، وهذه حريه شخصيه وقرار ما حد يمنعنا عنه. وامانه طلقوا بس ردوا البعض عقب ما ردوا ما عندي فكره، لكن رديناهم يمكن مرتين ثلاث مرات وقعدنا معاهم. البنت لان ما اتصور ان البنت وايد يحبها الولد الزوج
وهي وايد شايفت انه يحبها فقعدت تطلب حتى الطلاق، تعال طلقني، فهو ما يبي يرد لها اي طلب. هذه يعني مصيبه، يعني انت اذا تجي تفكيركم تجي تشوفون الزواج والطلاق بهالتساهل هذا يعني معناته على الدنيا سلام. نفس هالحاله بالضبط عندي اياها، كان السبب امه ما تبيها، تقول له هي مو من مواخذنا، احنا اخذتها غصب علينا، ما شبعت مر سنتين يلا خلاص طلق، تقول له ما شبعت تقول يلا طلق وطلقها. هذه ترى موضه تصير ساعات، اي يعني الام تبي تراضي ولدها ان دامك انت تبيها هي مو من مواخذنا، بس اخذها كم يوم وخلاص انت ما شبعت الحين عقب سنتين وتمت. وكانوا هم كذي يروحون اسبوعيا للمحكمه، بس هو مو مطوع قلبه يطلق لما خلاص بعد يعني الام ما شاء الله عليها. اليوم استاذ ايمان، حالات الاصلاح اللي قاعد تتم عندكم في حالات كثيره قاعد تشوفونها يا امل؟ والله اشوف يعني تقريبا 5700 حالات اللي عرضت علينا في 2016 اللي سوينا فيها الصلح الحمد لله رب العالمين 1670 تقريبا. احنا نطمح لعدد اكبر، بس لما نقول 1670 يعني 1600 اسره، ما نقولها حال. نعم. 1600 اسره كانت على وشك انها تتفكك والحمد لله وفقنا. الاسباب اللي احنا عقوتهم تمنعنا ان نحقق العدد الاكبر، او قاعدين احنا ان شاء الله نسعى، لكن لما يحضرون الطرف واحد منهم يحضر الزوج، تجي الزوجه ندز لها تبليغ، طبعا قبل شوي قالت ما تدري، احنا ندز اذا ما حضرت معه او احد من اهلها ندز تبليغ على عنوان سكنها اللي يعطينا اياه الزوج. بعض الاحيان يستلمونه وما يحضرون، بعض الاحيان المندوب او يكون العنوان غير الموجود في السكن فيه، ممكن تكون تركت المنزل وهو ما عارف، يعني يقول لنا انا ما اعرف عنوانها ويكتب اقرار اني انا لا اعلم عنوان اخر وهذا مسجل بالمعلومات المدنيه. ممكن المندوب طرقت الباب ولم يخرج احد، فاحنا في الحاله هذه ندق على التليفون اللي يعطينا يا زوج فلانه، احنا عندنا الزوج، واو يعني اذا في امكانيه ان احنا نقنع الزوج ناجل الموضوع كان بها. وطبعا فيها محاولات، بس انه هو يكون خلاص واصل لمرحله ان انا لا تمنعوني، هذا اجراء يعني من الدولة تنظيمي مش قانون يمنعني اني انا اطلق ولا من ناحية الشرع. ففي حالات ما تحضر الزوجة، يحضر وكيل عنها او وليها او ما تي خير شر، فاحنا شلون بنبحث الحالة مع مثلا الزوج وكيل الزوجة يتعذر علينا هالشيء، او انها ما تحضر خير شر، او ان في بعض الحالات حتى بعد الزوجة تكون خارج البلاد اذا كانت من غير الكويتيات فيتم الطلاق بناء على ما يجيب لنا شيء يثبت ان هي خارج البلاد وهي مو موجوده في الكويت ويكمل الاجراء على كذي. طيب استاذ ايمان، اليوم تجيكم حالات فرديه ممكن شخص يبي استشاره مو هدفه اليوم الطلاق، يجي زوج مثلا بروحه او زوجه بروحه عندهم بعض المشاكل الاسريه، ياخذ استشاره منكم؟ في، وبالذات حق مركز اصلاح ذات البين، يعني الحمد لله انه المركز هذا موجود حق الناس اللي ما تحب تدخل المحكمه الحرج او صعب عليهم ظروف عملهم او سبب او لاخر. طبعا في حالات اللي تراجعنا بالاستشارات بالمحاكم، يمكن واحده من اهم المميزات وجودنا بالمحكمه ان اجراءات الطلاق ما تقدر تبديها الا لما تمر على الاستشارات. صحيح. الاسريه هذا اللي يجبره انه يلحق الاستشارات. غير ان احنا في ناس يجون، بس لا تقولوا لنا نيت المحكمه، لان سمع محكمه معناته ان انت كبرتيها وصلتيها المحاكم واو من هالامور. فذيك الساعه احنا نحولهم حق مركز اصلاح ذات البين حتى للمتابعه تكون عليهم اسهل. استاذ ايمان شكرا لحضورك اليوم، نورتينا. استاذ مريم اليوم بقنا في غرفتك على وتر القانون. عليكم بالعافيه. عليكم بالعافيه. نور نوركم. بس يعني اتمنى، بس كنت بوضح ان مركز اصلاح ذات البين غير الاستشارات الاسريه اللي بالمحكمه، في لبس عند الناس عبالهم كلهم لا هو تبع الاستشارات، لكن هذا فتره مسائيه وبرا المحكمه. بالضبط، يعني حتى خصوصيه اتوقع ان فرحهم بالدسمه. بالدسمه بالدسمه. الله يهدي الجميع ان شاء الله، يهدي ان شاء الله، وبدون يخلصون امورهم ترى بعقود صلح وسلاسه وبدون محاكم بدون في حالات يعني. في حالات كذي طبعا طبعا في حالات طبعا في وايد حالات صلح، في وايد حالات. يلا بعد الفاصل الهبه مع محمد رضا.